عبد الفتاح السيسي بتفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت وتلك الجارية العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف تطوير إنشاء شبكة طرق جديدة للاستفادة من مساحة 15,000 فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة. احنا بنتكلم في 15,000 فدان تمام التطوير ده اللي بيتكلم بيعملها دي بتقدم 15,000 فدان تنمية عمرانية وتنمية ممكن تتعمل فيها مناطق صناعية ممكن تتعمل فيها كلام كتير قوي. انت فين ده؟ انت فين القاهرة الجديدة يا زين؟ مش حاجه النهارده الشبكه اللي انت بتعملها ديت 15,000 دول 15,000 فدان دول الشبكه التانية دي والمرافق بعد كده هتبقى احنا قادرين ان احنا نقول ايه نقدر نضيف سواء للقاهره الجديده او للمرافق المستثمرين اللي هي امتداد شرقا كده مش كده شرقا ايوه كده نضيف لهم 15,000 دول. كما استمع سيادته لمشروع ربط القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به، واطمأن من القائمين عليه على عمل الدراسات المرورية المستقبلية ودراسات أخطار السيول ومراعاة توفير وقت الرحلات واستهلاك الوقود. إنشاء شبكة طرق بإجمالي أطوال 40 كيلو متر وعرض 8 حارة مرورية في كل اتجاه، 5 رئيسي و3 فرعي، ودي يا فندم المنطقه دي كانت تضاريسها صعبه جدا، وبشبكه الطرق دي يا فندم هنحقق الاستغلال الاستثمارات الامثل للمنطقه. انشاء شبكه طرق داخليه باجمالي اطوال 25 كيلو متر وعرض 4 حاره مروريه في كل اتجاه، ودي يا فندم لخدمه التجمعات التنمويه والعمرانيه المستقبليه يا فندم. تم يا فندم الانتهاء من محور جمال عبد الناصر وامتداده وربط محور جمال عبد الناصر بمحور السادات لعمل محور مروري داخلي داخل القاهره الجديده. تم مراعاه يا فندم عمل ممشى للعجل وممشى للافراد واماكن الانتظار للسيارات يا فندم. وتم يا فندم الانتهاء من اعمال تطوير محور العبور ومحور الجزيره امتداد محور محمد نجيب. محور العبور ليصبح 6 حاره مروريه في كل اتجاه بدل من 3 حاره مروريه. محور الجزيره ليصبح 6 حاره مروريه في كل اتجاه بدل من 3 حاره مروريه. وتم الانتهاء من الطريق الواصل بين محور الجزيره ومحور العبور بعرض 6 حاره مروريه يا فندم انشاء جديد. وتم الانتهاء من تطوير امتداد محور محمد نجيب ليصبح 10 حاره مروريه في كل اتجاه بدلا من 4 حاره مروريه يا فندم، 6 رئيسي و4 فرعي يا فندم. المنطقه يا فندم جاهزه لاستقبال الاستثمارات المخططه والمقترحه يا فندم والامتداد العمراني. واستكمالا يا فندم لاعمال التطوير تم يا فندم العرض والدراسه وعرض العرض على سيادتك مشروع ربط مدينه القاهره الجديده بالطريق الدائري الاوسطي وتطوير طريق سوق السيارات المنطقه المحيطه به. وبدانا فندم بالفعل بننفذ دلوقتي يا فندم 4 مكونات رئيسيه. اولهم يا فندم محور طلعت حرب بطول 8 كيلو متر وعرض 5 حاره مروريه في كل اتجاه، يعمل كمحور موازي يا فندم لمحور محمد نجيب، وبيربط القادمين من جميع محافظات مصر عن طريق الدائري الاوسطي للقاهره الجديده، وبيربط يا فندم القادمين من شارع التسعين الجنوبي مرورا بمحور جمال عبد الناصر. وبقى فندم محور مروري داخلي من خلال محور السادات ومحور جمال عبد الناصر بيربط ويربط القادمين من طريق القطامية العين السخنة السياحي وينتهي بالدائري الأوسطي يا فندم. ده فندم هيسهل الحركة المرورية ما بين سوق السيارات والمناطق الصناعية وربط القاهرة الجديدة بالمحافظات المربوطة من الدائري الأوسطي يا فندم. خلص انت طبعا سيادتك لا انا بتكلم على سيادتك كله الكسر الاقتصادي والاعمال والتبادل والاخفاء والاعمال الصناعيه في الكسر الاقتصادي احنا 10 6 خلصانين لا احنا نعمل كده سيادتك عشان احنا ممكن نشتغل بس يبقى في مشكله عشان موضوع المرافق احنا بنسمع مع جماعه جزء ولا سيادتك حاليا هم شغالين معانا وزاره الاسكان وزاره الكهرباء وزاره البترول وزاره الاتصالات عشان واحنا شغالين يبقى المرافق البنى الاساسيه سيادتك فكرت عليها سيادتك تبقى موجوده بحيث ان احنا بعد كده لما يبقى التنميه اللي هي القرار موجوده يبقى ده موجود الكلام ده وموجود المرافق بتاعته كلها طبقا للاعتماد هو بسيادتك سواء هنا او اي حاجه ثانيه بنعملها بالشكل ده. ربنا يوفقك. كده احنا السخنه ليها طريقين صح كده؟ السخنه سيادتك طريق جديد وطريق اللي هو القديم اللي اتطور. ايوه فندم ايوه فندم.
كما استمع سيادته لأعمال تطوير شبكة الطرق بالقاهرة الجديدة لتيسير الحركة المرورية بين محور 90 الجنوبي ومحور 90 الشمالي عن طريق محور جمال عبد الناصر ومحور السادات طريق دائري داخل القاهرة الجديدة. محور جديد يا فندم كمان حاليا بقى فيها يعتبر طريق داري، محور جمال عبد الناصر مع محور جمال عبد الناصر سيادتك لغاية كده هيكمل مع محور السادات، بقى عبارة عن محور جديد داخل القاهرة الجديدة هيساعد على الحركه من 90 الجنوبي والشمال اللي هما كانوا موجودين اصلا بس وكان فيهم تكدس جامد جدا وكانوا بيرموا على الطريق الدائري برضه، الكلام ده كله حر على الطريق الدائري، وساعتها الكلام ده احنا ربطنا عليه المحاور الجديده، فبقت المحاور الجديده مربوطه على محاور بحيث انها ما تاثرش يعني كمستقبليا المطال العمرانيه اللي هتبقى هنا او الاستثماريه بعدد السكان بتاعها مدروسه مريا مظبوط جدا باساتذه الطرق في جامعه عين شمس وعندها في العين شمس والناس الموجوده مدروسه جامد جدا ان هي ما يحصلش اي تكدس مروري ثاني في المناطق اللي احنا فاكرينها. بس انا عايز اقول لك ان انت لما تيجي تتكلم على هنا نمو عمراني خلال ال 15 سنه الجايين للمنطقه دي وحجم الحركه مدروسه يا فندم، مدروسه مدرست بدراسه مروريه مظبوطه جدا ان المحاور دي تخدمها بحر محمد نجيب الامتداد سيادتك امتداد طلعت حرب سيادتك مدرس امتداد الكلام ده هتربط طريق السخنه في الاماكن دي فهيبقى في محاور بديله كثيره جدا، ده بالعكس هي هتخف التكدس يعني مع الزياده الموجوده هنا هتخف الحركه الموجوده كمان التكدس الموجود في القاهره الجديده. شكرا يا محمد شهر 6 ان شاء الله ان شاء الله شكرا لكم ان شاء الله. السلام عليكم.